حينما يبدع المعلم. جددوا فأفادونا، اجتهدوا فأسعدونا. الظواهر الجيولوجية الباطنية محور اجتهادها الذي قادها إلى وضع مورد رقمي تشرح من خلاله أهمية الموجات الزلزالية في معرفة البنية الداخلية للكرة الأرضية، وذلك ارتباطا بمادة علوم الحياة والأرض. إنها الأستاذة جميلة حليم التي مكنها اجتهادها من أن تكون ضمن الأطر الإدارية والتربوية الفائزة في المباريات الوطنية والدولية حول التجديد التربوي الرقمي برسم الموسم الدراسي 2016-2017 الذين احتفت بهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شهر نوفمبر المنصرم، تقديرا لإسهامهم في إدماج التكنولوجيا الحديثة في التربية والتكوين. ورغم حداثة سنها ورغم أنها لم تقضي في مهنة التدريس سوى سنة واحدة، إلا أنها برهنت على أنها مجدة ومجددة ومجتهدة. الظواهر الجيولوجية الباطنية الذي يعد محور اجتهاد جميلة حليم هو مورد يستهدف تلاميذ السنة الثانية ثانوي إعدادي، ويهدف إلى التعريف بخاصيات الموجات الزلزالية وتحديد طبيعة طبقات الأرض اعتمادا على خاصيات انتشار الموجات الزلزالية، وأيضا التعريف بالبنية الداخلية للكرة الأرضية. والقيمة المضافة لمورد جميلة حليم تتجلى في توفير فيديو للدعم المدرسي يساعد المتعلمين على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تصادفهم أثناء التعلم، وتحول دون استيعابهم للمعارف المتمحورة حول الظواهر الجيولوجية الباطنية، ويستطيع المتعلم العودة إلى هذا الفيديو كلما احتاج إلى ترسيخ معلومة أو ضبط وتثبيت المعلومات الخاصة بهذا الدرس. لنستمع للأستاذة جميلة حليم. الفكرة هذه الاجتهاد جاءت انطلاقا من الممارسات الصفية اللي كتوضعنا في بعض الأحيان في بعض المواقف التعليمية التعلمية التي تستدعي فعلا الوقوف عندها، مثلا خلال السيرورة أو خلال الدرس أثناء تطرق لبعض الدروس أو لبعض المفاهيم أو مقاطع من الدروس اللي كتمثل بعض الصعوبة عند بعض المتعلمين. أكيد المتعلمين كيوجدوا أو كيوجدوا صعوبات على مستويات مختلفة، على مستوى الفهم، على مستوى التتبع، على مستوى الاستيعاب، وكذلك ما نساوش طريقة ديال التدريس ديال الأساتذة، لأننا للأسف أغلبية ديال الأساتذة كيعتمدوا الأسلوب الإلقائي، هو عبارة عن أسلوب اللي هو كلاسيكي. هذا الأسلوب أو باستعمال هذا الأسلوب الإلقائي الذي لا يتناسب مع مجمل المتعلمين، لأننا كنعرفوا جيدا بأنه القسم فهو عبارة عن مجموعة غير متجانسة وتضم ذكاءات متعددة، يعني ممكن صادفوا متعلمين كي اللي كيفهم بالصورة باستعمال الصورة، كي اللي كيفهم باستعمال المحاكاة، وبالتالي في الأسلوب الإلقائي اللي كيستعملوه مجمل الأساتذة للأسف فهو يقصي هذه المجموعة من المتعلمين. هذا التطبيق يساعد المتمدرسين على استدراك ما فاتهم من التحصيل، إذ يتيح للمتعلمين في حال عدم حضور حصة ما إمكانية اللجوء إليه للاطلاع على الدرس واستيعابه وفهمه كما لو أنهم تلقونه على يد الأستاذ، ما يعني أن هذا التطبيق يساعد في جميع الحالات على دعم وتقوية معارف ومكتسبات المتعلمين. جميلة حليم المزدادة سنة 1989 ببن سليمان التحقت بسلك التعليم بداية سنة 2017 كأستاذة لمادة علوم الحياة والأرض بثانوية عبد الرحمن شناف التابعة للمديرية الإقليمية المحمدية أكاديمية الدار البيضاء ستات. ولوجها لمهنة التدريس لم يكن صدفة، فقد ظلت منذ طفولتها تحلم بأن تصير أستاذة تيمنا واحتذاء بأساتذتها. فبعد حصولها على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية سنة 2008 التحقت بجامعة الحسن الثاني كليات المحمدية، وتوجت هذا المسار بالحصول على الإجازة في العلوم والتقنيات.
ولشغفها بالتدريس وتحقيقا لحلم طفولتها. وبمجرد أن أتيحت الفرصة أمامها التحقت بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، حيث حصلت على الماستر شعبة تثمين الموارد الطبيعية والنباتية سنة 2014. لنستمع للأستاذة جميلة حليم. بالنسبة للتعميم ديالو، أكيد الأساتذة الآخرين ياخذوا فكرة منه ويساعدهم لكي ينوعوا من طرق ديال التدريس ديالهم، وكذلك لكي يصبحون أكثر إبداع بطبيعة الحال فيما يخص طرق ديال التدريس. وكنشكر راديو منارات، كنشكركم جزيل الشكر لأنكم سلطتوا الضوء على هذه الفئة من الأساتذة اللي هما فئة أساتذة المجددين أو الأساتذة بصفة عامة. وكنتمنوا أن هذه المبادرة أو هذه الطرق الحديثة المستعملة في الفصل أنها تعمم على الجميع، وشكرا. وسنة 2015 ستحصل من المدرسة العليا للأساتذة بالرباط على شهادة الإجازة المهنية مسلك التأهيل لمهن تدريس علوم الحياة والأرض. قبل التحاقها بسلك الوظيفة العمومية، اشتغلت لمدة سنة في إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي كمدرسة لتلاميذ المستوى الإعدادي. بهذا المسار وبهذا الاجتهاد استحقت جميلة حليم أن تكون ضمن المتوجين. حينما يبدع المعلم. جددوا فأفادونا، اجتهدوا فأسعدونا.